بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا العرض الفيديوي سوف نتحدث عن عوامل الخطورة أو عوامل الخطر على الصحة، وهي المحاضرة السابعة من سلسلة محاضرات تعزيز الصحة، Risk Factors and Health Promotion، عوامل الخطورة وتعزيز الصحة. بالبداية لازم ناخذ فد نبذة أو تعريف بسيط لعوامل الخطورة على الصحة. Risk Factors to Health. Health and well-being are affected by many factors, and those that are associated with the ill, health, disability, disease, or death are known as risk factors. Risk factors are presented here individually. However, in practice, they do not operate in isolation. They often coexist and interact with one another. طبعا عوامل الصحة أو العفو عوامل الخطر بصورة عامة يكون لها تأثير مباشر على الصحة والصحة والرفاهية. بطبيعة الحال تتأثر بعدة عوامل تعرف هذه العوامل اللي تكون دائما كل العوامل اللي تكون لها ارتباط مباشر بالصحة، كاعتلال الصحة، الإعاقة، المرض، أو حتى الوفاة. كل هذه العوامل تكون لها ارتباط بصحة الفرد أو صحة الإنسان أو صحة المجتمع. هذا الارتباط أو هذه العوامل تسمى بعوامل الخطر. يمكن طبعا عرضها بشكل فردي، لكن عادة في جميع الممارسات العملية هي تكون متفاعلة فيما بينها. طبعا ممكن نصنفها إلى عدة أصناف. بعض العوامل تتعلق ب behavioral risk factors اللي هي عوامل الخطر السلوكية. Risk factors that can be eliminated or reduced through lifestyle or behavioral change، واللي تتضمن tobacco smoking, excessive alcohol consumption, poor diet and nutrition, physical inactivity, excessive sun exposure, insufficient vaccination, and protected sexual activity. عوامل الخطر السلوكية اللي ممكن القضاء عليها أو تقليلها من خلال نمط الحياة، هذه طبعا تشمل مثلا التدخين قابلة للتغيير. بهذه العوامل السلوكية يعني تكون قابلة للتغيير أو قابلة للتقليل أو التخفيف، كتدخين التبغ على سبيل المثال اللي هي tobacco smoking، أو excessive alcohol consumption تعاطي الكحول، يعني التعاطي أو الاستهلاك المفرط للكحول، poor diet and nutrition سوء التغذية والتغذية بصورة عامة، inactivity اللي هو الخمول، physical inactivity، excessive sun exposure التعرض المفرط لأشعة الشمس، insufficient vaccination التطعيم أو اللقاحات الغير كافية، إضافة unprotected sexual activity النشاطات الجنسية اللي تكون غير محمية بوسائل معينة. نجي إلى عامل خطر آخر اللي هو البيوميديكال ريسك فاكتور. البيوميديكال ريسك فاكتور may be influenced by a combination of genetic, lifestyle and other broad factors. Biomedical risk factor include overweight and obesity, high blood pressure, high blood cholesterol, impaired glucose tolerance. عوامل الخطر البيولوجية أو الحيوية احنا نسميها. هاي البيوميديكال يعني طبية حيوية. تتأثر عوامل الخطر الحيوية أو الطبية الحيوية بمجموعة من
العوامل الجينية، وكذلك لها تأثير يعني يأثر عليها نوع أو نمط الحياة وعوامل أخرى واسعة تشمل العوامل التالية، على سبيل المثال زيادة الوزن أو السمنة اللي هي الأوفرويت and obesity، high blood pressure ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم، وكذلك ارتفاع أو مستوى تحمل الجلوكوز في جسم الإنسان. نتي على عامل آخر اللي هو environmental risk factor، هذا أيضا أحد العوامل المهمة اللي تأثر تأثير مباشر على صحة الإنسان. environmental risk factor often predispose a person to disease process. Living condition may be promote illness. For instance, bacterial viral infection، مثل الوضع الحالي اللي يتعلق ببيئة العالم كله، كانتشار مثلا الكورونا فيروس والنيو سترين اللي انتشر بعدها، وقبل مثل التوبركلوسيس اللي هو السل الرئوي والحمى الإسبانية إلى آخره. توبركلوسيس is more prevalent in crowded living conditions where persons in areas of contaminated water are at an increased risk for intestinal infection if sanitation measures are neglected. البيئة وعوامل الخطر البيئية عادة أو غالبا ما تجعل الشخص اللي أو الإنسان عرضة لمجموعة من، خلينا نسميها مجموعة من الأمراض اللي تؤدي الظروف، عادة ظروف البيئية أو ظروف المعيشية للإصابة بهذه الأمراض. يعني بطبيعة الحال حتى نمط الحياة أو طبيعة البيئة اللي يعيش بها الإنسان لها تأثير مباشر على صحة هذا الإنسان. فبعض البيئة قد تكون بيئة غير محمية أو بها ممارسات غير طبيعية، بالتالي راح تسهل عملية انتقال العدوى كعدوى العدوى البكتيرية أو الفيروسية الفيرال انفكشن، وأيضا السل الرئوي على سبيل المثال. بالنسبة للسل الرئوي يعتبر طبعا أكثر انتشارا، خصوصا وين؟ في الظروف المعيشية أو البيئة اللي تكون مزدحمة. هسه ممكن نسوي أبديت على موضوع التوبركلوسيس أو تي بي، ممكن نخلي الكوفيد، وأعتقد هذا راح يستمر يعني فترات أو سنوات كثيرة يعني حسب اعتقادي، الأمر غير رسمي. فممكن أن يكون is more prevalent in crowded living condition في العالم كله، مو فقط في العراق. أيضا الأشخاص اللي يعيشون في مناطق تكون المياه ملوثة هم يكونون عرضة للإصابة بالعدوى، خصوصا بالعدوى اللي تتعلق بالأمعاء. لما تكون هناك لما ما تتوفر أو تهمل تدابير الصرف الصحي أو توفير المياه النظيفة. طبعا الـ environmental determination اكو فد نوع او نسميه المحددات البيئيه of health cover a wide array of topics and can be split in two broad categories. المحددات البيئيه اللي تتعلق بالصحه لها مجموعه واسعه طبعا من المواضيع، لكن احنا قسمناها الى قسمين رئيسيين. القسم الاول يتعلق بالsocial economic culture and political، يعني يتعلق بال يعني الاجتماعية، يعني عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية. القسم الآخر يتعلق مباشرة بالphysical, chemical and biological، يعني الأبعاد والعوامل الفيزيائية والكيميائية، أو الصنف الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي. هذا فيما يتعلق بالانفايرومنتال ريسك. هسه نجي على الجينيتك ريسك فاكتور. الجينيتك هي الجيني، والريسك فاكتور يعني عوامل الخطر الجيني. Some diseases such as cystic fibrosis and muscular dystrophy
dystrophy result entirely from an individual genetic makeup, whereas many others reflect the interaction between that makeup and environmental factors. بعض الأمراض مثلا التليف الكيسي، احنا اخذنا هذا المثال اللي هو cystic fibrosis، او الاعتلالات العضلية اللي هي muscular dystrophy. هذه تكون لها علاقة مباشرة في جينات الفرد، من حيث ان العديد من الأمراض الأخرى تعكس التفاعل ما بين التكوين الجيني والعوامل البيئية. إذن بعض الخطورة أو العوامل الخطر الجينية يكون لها ارتباط أو تفاعل مع العوامل البيئية. There are three broad groups of genetic disease disorder. عندنا ثلاث أصناف أو ثلاث مجموعات من الأمراض أو الاضطرابات اللي تتعلق بالجينات. الاضطرابات الجينية اللي تكون single gene، هذه يسمونها monogenic disorder. على سبيل المثال الهيموفيليا، اضطرابات الجينية أحادية الجين مثلا الهيموفيليا. عندنا أيضا الكروموسومال abnormalities، هنا راح ناخذ مثال for example down syndrome اللي هي متلازمة down. وعندنا أيضا multifactorial disease مثل الأسمة أو الربو. هذه طبعا الربو تكون من ضمن يعني الأمراض الجينية متعددة العوامل. نجي على العامل الخطر الآخر اللي هو demographic risk factors. Demographic factors include age or sex or gender and population subgroups. Examples for risk associated with the demographic factors include stroke death rate increase dramatically with age, with 81 of all deaths from stroke occurring among those age 75 and over. عوامل الخطر اللي نسميها بالعوامل الديموغرافية، هذه تكون تشمل العمر، الجنس، المجموعات الفردية للسكان، واللي تتضمن بعض الأمثلة من هذه العوامل تكون مرتبطة ب مثلا على سبيل المثال تزداد معدلات الوفيات اللي ناتجة من السكتة الدماغية بشكل كبير للأشخاص اللي يكونون يعني مع تقدم العمر. مثلا 81 حالة وفاة من جميع كل يعني من جميع الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية بين أولئك اللي تبلغ أعمارهم 75 عام وأكثر. أيضا مثال آخر، a woman's risk of developing breast cancer before age 75 is 1 in 11 whereas for the man the chance is only 1 in 12,426. يعني ممكن ناخذ أيضا مثال يتعلق بسرطان الثدي، يعني خطر الإصابة عند المرأة بسرطان الثدي قبل سن 75 تقريبا من 1 إلى 11، هذا فيما يتعلق بالنساء. لكن في الرجال طبعا هنا الفرص تقل جدا، فيصبح الرقم جدا يعني الجاب أو الفجوة جدا عالية، وتتعلق من واحد من يعني إصابة رجل واحد من كل 12,500 تقريبا أو 426. Aboriginal of and Torres Strait Islander people are far more likely to die from rheumatic fever and rheumatic heart disease than other Australians. سكان الأصليين اللي سكان جزر مضيق توريس، هذا أيضا مثال آخر، يكونون عرضة للوفاة من الحمى الروماتيزمية أو أمراض القلب الروماتيزمية أكثر من الأستراليين. هنا طبعا الريس راح يلعب، العرق يعني راح يلعب أيضا دور في هذا
الجانب. الـ work or الـ workplace يعني مكان العمل والعمل يكون له تأثير مباشر على الصحة. Work influence health and wellness. Many employers such as hospital, factories, large institutions. العمل له تأثير مباشر على الصحة ورفاهية الفرد أو الإنسان، والعديد من المؤسسات أو أرباب العمل أو المؤسسات اللي من خلالها يعمل الإنسان كالمستشفيات والمصانع والمؤسسات الكبيرة. Today provide health screening and health prevention programs for employees. اليوم أو في الوقت الحالي تقدم بعض المؤسسات فحوصات صحية وبرامج وقائية للموظفين، يعني هذا في الدول النامية خلينا نسأل أو الدول المتطورة، يعني قل ما نجد في الدول النامية أنه الإنسان العامل أو الموظف يدخلوه ضمن برامج وقائية صحية إلا ما ندر طبعا، وهذا اللي من نعتبرها من السلبيات أو الإشكالات اللي يعيش بها المواطن الشرقي بصورة عامة. Work safety is imperative for optimum health and wellness. سلامة العمل أو العامل أمر حتمي، يعني أمر جدا ضروري لغاية هي الحفاظ على الصحة والرفاهية المثلى. The number of dependents living in the home and the head of the household play a large part in the status of the family and of the individual within household. معناتها عدد المعالين اللي يعيشون داخل بيت أو منزل نانا أكو دور كبير يلعب رب الأسرة في وضع هذه الأسرة ووضع الأفراد حتى من الناحية الصحية ومن ناحية الرفاهية داخل الأسرة. The nurse may take an active role in developing community programs for individuals and their families. هنا راح تلعب الممرض يلعب دور فاعل في تطوير البرامج المجتمعية سواء للأفراد أو للأسر. Often the small business owner is not able to provide health education programs routinely. غالبا ما يكون صاحب العمل أو رب العمل خصوصا فيما يتعلق بالأعمال الصغيرة غير قادر على توفير برامج تثقيف صحي بشكل روتيني، وهاي تعتبر واحدة من المآخذ والسلبيات على نظام العيش أو اللايف ستايل أو نظام اللي أو حقوق العامل أو العاملين في اللي يعمل في هذه المؤسسات الصغيرة. The nurse may collaborate with the small business owners to provide the needed information to employees. وهنا أنا تتعاون أو يتعاون الممرض أو التمريض يدخل فيه مع أصحاب الأعمال الصغيرة حتى يوفر معلومات مطلوبة للموظفين. خلينا نفسرها بمثال أو بطريقة أخرى. كل الشركات اللي تعمل يفترض أن يكون هناك مشرف، هذا المشرف يكون مشرف عن السلامة الصحية والمهنية. أي مشروع عمل خاضع للمعايير العالمية الستاندرز يكون يعني من وحدة من الضوابط أو المعايير يجب توفر مشرف للصحة والسلامة المهنية. قد تكون وحدة تحتوي على مجموعة من الأفراد، يكون طبيب، مهندس، مختص مثلا في موضوع يعني التفاصيل الهندسية اللي ممكن تلعب دور في مثلا عوامل الخطورة أو المخاطر، ويجب أيضا أن يتوفر فد
جانب تمريضي أو جهد تمريضي، قد يكون ممرض أو ممرضة الغاية من عندها توفير معلومات أو معالجة أو معاينة أو إلى آخره. يعني في كل حقل عمل منشأة بناء يجب توفير أو توفر طاقم خاص بالعناية بالعاملين. في مثلا برج حاليا اللي ديمبنونه، أنا متأكد من هذا الشيء، البرج اللي ديمبني مال البنك المركزي، البناية اللي تصميم المهندس زها، شفتان هناك وحدة يعني فديونت خاص بهذا الجانب، جانب اللي هو توفير العناية والمعلومات، ويعني هي أشبه بعيادة. هذه العيادة هي الغاية من عندها رعاية والعناية بالعاملين. نجي على الجانب الآخر اللي يتعلق بالسوشيو إيكونوميك ليفل، اللي هو المستوى الاجتماعي والمستوى نسميه المستوى الاقتصادي. سوشيو ايكونوميك، هذه كلمتين من سوشيال اند ايكونوميك. سوشيو ايكونوميك ليفل of an individual influence the affordability of healthcare and health promotion activities. معناته انه المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي للفرد، يعني تأثير المستوى الاجتماعي وتأثير الاقتصادي يؤثر على القدرة على تحمل التكاليف، تكاليف الرعاية الصحية أو الأنشطة اللي من خلالها راح نعزز الصحة. Often funds معناتها الأموال are limited and the resources are unavailable to access the care required for optimum health. كثير من الأحيان الأموال معدودة أو محدودة، والموارد مو بالضرورة تكون متوفرة للوصول إلى الرعاية الصحية المثلى. Persons may delay seeking treatment or information due to lack of money. ممكن الأشخاص يتأخرون بطلب الرعاية والعلاج أو حتى المعلومات اللي تتعلق بصحتهم بسبب وجود نقص في الأموال أو في المال. Nutrition and living condition may affect the health risk of the individual. التغذية والظروف المعيشية تأثر أيضا، تأثر على المخاطر الصحية اللي ممكن يتعرض لها الفرد. الجانب الآخر اللي هو الإدوكيشن، هذا جانب مهم جدا، يعني التعليم بعض الأحيان يسمى بالتثقيف، لكن التعليم هو أفضل تعريف. إلى education may influence the level of understanding among the public. هذا يكون إلى تأثير على مستوى التفاهم والفهم ما بين الناس أو ما بين خلينا نسميه المجتمع أو السكان. Like persons often do not have the knowledge base to know what causes a disease, much less how to prevent its development. غالباً ما لا يمتلك الأشخاص العاديون، خلينا نسميهم يسموهم like persons، ما يمتلكون قاعدة من المعلومات أو المعارف اللي من خلالها يوضحون أسباب الأمراض أو أسباب المرض، ناهيك عن كيفية منع تطور هذا المرض. لهذا يتوجب أنه يجب أخذ أو استمادة المعلومات أو الإحاطة بالمعلومات من مصادر طبية أو مصادر صحية موثوقة. Public education، خلينا نرجع على هاي النقطة ونربطها بموضوع الكوفيد وانتشاره. يمكن شفتوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي ضجيج بمجموعة من الأشخاص، يوم يطالعنا واحد
مبتكر لفت قضية معينة، وكأنما الشعب والناس هم عبارة عن، مع احترامي يعني للجميع، هم عبارة عن فئران تجارب يجرب عليهم فالفكرة ضخت براسه دون يعني دون أن يستند إلى دليل علمي، في حين كل العالم حاول أنه يتجنب هؤلاء الأشخاص. هم مو فقط بالعراق، في كل الدول ظهروا مثل هذول الأشخاص، ظهروا على يعني استفادوا من موضوع وسائل التواصل الاجتماعي لطرح أفكارهم، لكن هاي الأفكار عادة تكون أفكار غير منطقية، حتى العقل ما يتقبلها. زين، هواي أكو أمثلة باستخدام فد مواد معينة. نضرب مثلا مثال، في إيران أتصور أحد الأشخاص، هنا يسمونه استغلال جهل الناس، أحد الأشخاص ادعى أنه هو زرق نفسه بمادة الكحول، يعني انترافينوس أخذ الكحول وتحسن، كان هو مصاب بكورونا فيروس. وأكو شخص آخر واللي هذا بعد أدهى من عنده، قال لهم بما أنه شرب الكحول يعني الكحول الغير معطل حرام، إذا إحنا لازم نشرب الكحول المعطل لأن هو ما راح يسكر. شوف هنا أنا صار أيضا استغلال في جهل الناس، ودخل لهم جانب آخر ممكن يتعلق بالجانب الديني، شربوا هذا الكحول وأعتقد يمكن بحدود 20 شخص أو أقل من هذا الرقم، ما أتذكر الرقم، توفوا بسبب شنو؟ تعاطي معلومات من أشخاص غير موثوقين. لهذا يتوجب حتى في عمليات التعليم والتثقيف الصحي أنه يجب الاستمادة أو أخذ المعلومات من مصادر طبية أو صحية موثوقة. Public education announcement and offering of health information provide a beginning knowledge level to promote further learning. هنا توفير إعلانات التثقيف، خصوصا التثقيف العام اللي يتعلق مثلا بالصحة وعرض المعلومات الصحية، بداية مستوى المعرفة، تعزز المزيد من التعلم. بالتالي طبعا كل ما المجتمع يكون متعلم كل ما يكون هناك ارتفاع في مستوى تعزيز الصحة في هذا المجتمع. أيضا education must be simple, clear and understandable. معناتها انه يجب ان يكون التعليم بسيط ويكون واضح ويكون مفهوم. Intellectual difference may influence the type and the length of educational offerings. معناتها هنا انه يجب على خلينا نسميهم ان تكون الاختلافات الفكرية أو نوع الذكاء، خلينا نسميه الاختلافات الفكرية أو الإدراكية، لها تأثير مباشر على نوع وطول وحجم المادة أو العرض التعليمي اللي راح يقدم لهذا المجتمع. لهذا يجب أيضا الأخذ بنظر الاعتبار أنه الفئة المستهدفة قد تكون الفئة المستهدفة هي المجتمع، لهذا يجب أن تكون مثل ما قلنا مسبقا must be simple, clear and understandable. Nurses should speak at the educational level of their patients, communicating the message in simple terms. هنا يجب على التمريضيين أو الممرضين التحدث بمستوى تعليمي فمفهوم خصوصا لمرضاهم، بالتالي راح يكون عملية توصيل الرسالة بعبارات بسيطة جدا. The caregiver may also require explicit information regarding patient's need. هنا مقدم الرعاية الصحية قد يطلب معلومات صريحة تتعلق باحتياجات المريض أو الاحتياجات الصحية للمريض. This information should be given at the educational level of caregiver. هذه المعلومات يجب أن تعطى، إعطائها يكون بمستوى تعليمي بمستوى علمي. المعلومات مو معلومات عشوائية وإنما معلومات أو حقائق علمية يجب إعطائها لمقدم الرعاية. هنا تدريب الأشخاص اللي هم يقدمون الرعاية قد يكون يعني الريلاتيف الفاميلي إلى آخره.
Health seeking behaviors is critical implementing health promotion. سلوك البحث عن أو توفير الصحة أمر بالغ الأهمية للوصول وتنفيذ معايير تعزيز الصحة المطلوبة. أيضا نأخذ موضوع آخر اللي هو assumption essential to integrating health promotion into the nursing practice. هنا مفترضات أساسية أو فرضيات أساسية لدمج تعزيز الصحة في ممارسة في ممارسة أو عمليات التمريض. هنا شلون ندرس أكو فد فرضيات أساسية نحتاجها حتى ندمج مفهوم تعزيز الصحة مع ممارسة التمريض. أولا people have the capacity for self direction abstraction and critical thinking. هنا الناس عادة يكون لهم يعني يمتلكون قدرة على التوجيه الذاتي وال يعني التجريد خلينا نسميه والتفكير الاستدلالي أو التفكير النقدي. The environment can affect person's ability to live a long and prosperous life. هنا معناته ممكن إنه البيئة يكون لها تأثير على قدرة الشخص على عيش حياة طويلة أو حياة مزدهرة. البيئة طبعا مثل ما ذكرنا لها تأثير مباشر على الصحة وبطبيعة الحال على قدرة الإنسان أو قدرة الشخص على عيش حياة طويلة أو حياة ذات رفاهية أو حياة مزدهرة. People are capable of learning and adapting and can be made aware of the things that promote well-being. الناس بطبيعة الحال يكونوا قادرين على التعلم وقادرين على التكيف ويمكن أن يكونوا على دراية بالأشياء اللي من خلالها تتعزز الرفاهية. Number four, as open system, people are capable of change. لهم قابلية على التغير. يعني خصوصا في الأنظمة المفتوحة الناس يكونون لهم قدرة على التغيير. Number five, people are biological, psychological, social and culture being who form families and or networks. الناس طبعا أو الإنسان بطبيعة الحال يعتبر كائن بيولوجي وكائن يعني نفسي واجتماعي وثقافي ممكن من خلال الناس تتشكل عائلات أو شبكات. الكوميونيكيشن اللي هي الاتصالات او التواصل both verbal and non-verbal معناتها باللفظي او غير اللفظي is essential to the achievement of health throughout the lifespan. معناتها التواصل اللفظي او غير اللفظي ضروري لتحقيق الصحة طول فترة الحياة. التواصل اللفظي معناتها تعزيز أو التثقيف الصحي. التواصل الغير اللفظي نأخذ على سبيل المثال العناية والرعاية يعني بدون استخدام يعني invasive خلينا نسميها invasive care نعتبرها هي الغير لفظي. Culture and spiritual influence هنا العوامل الثقافية والتأثيرات الثقافية والروحية. Culture, contexts of different countries are their social standard and value system. Culture is the sum of the learned ways of doing, feelings and thinking and the present of the social group within a given period of time. Culture is complex integrated system which include knowledge, beliefs, skills, arts, morals, laws, customs, habits, rule, attitude, lifestyle, community life and acquired capabilities of a human being. All this provide a pattern of living together. معناته انه بهذا السياق السياق او التأثير الثقافي والروحاني في كل بلد له معايير اجتماعية خاصة ونظم وقيم وثقافة خاصة. مجموعة الطرق اللي يكتسبها من مثلا العمل الشعور والتفكير بالحاضر والماضي مجموعة والمجاميع الاجتماعية اللي تكون خلال التجمعات الاجتماعية خلال فترات زمنية معينة. الثقافة تعتبر أيضا نظام متكامل معقد يشمل المعرفة والمعتقدات والمهارات والفنون والأخلاق والقوانين
والعادات، الأدوار، المواقف، نمط الحياة والحياة المجتمعية، وحتى القدرات المكتسبة للبشر. كل هذا توفر لنا نمط العيش اللي في هذا المجتمع، واللي من خلاله تبين كيفية أو نمط عيش هذا المجتمع. وعادة تكون لها يعني فد أبعاد، كالبعد مثلا القيم، القيم اللي هي values. Value system determine the attitude or pattern of behavior in groups. معناته أنه نظام القيم هو اللي يحدد الموقف ونمط السلوك في هذه المجاميع أو هذا المجتمع. Culture value system decide how people should behave in various situations. النظام أو القيم الثقافية هو اللي يقرر أنه شلون يجب أن يتصرف الناس في هذه المواقف. هسه راح ناخذ ايضا امثله على هذا الموضوع توضح لنا موضوع القيم. Values stand and change or disappear over the years. Position of happy family life, clean environment, close friends, religion, good income, health, preservation. عادة القيم تكون قابلة للتغيير، لهذا نقول احنا اكو ميل او بعض القيم لها ميل في التغيير او الاختفاء، وهذا الاختفاء يكون تدريجي على مر السنين. على سبيل المثال، الحياة الأسرية السعيدة هي قد تكون غير مستمرة للأبد، البيئة النظيفة لن تستمر للأبد، الأصدقاء المقربون أو الأصدقاء المقربين لن يستمروا إلى الأبد. حتى فيما يتعلق بالدين ومثلا الدخل الجيد يعني الأموال الجيدة، الصحة أيضا، كل هذه الأشياء هي قابلة للتغيير. البيليفز، الكوستومز، النومز and التابوس، معناتها معتقدات، العادات، الأعراف. التابوس معناتها المحرمات. أخذت هذا المثال اللي يتعلق بالشرق الأوسط حتى يكون الموضوع يعني أكثر مفهومية. Middle Eastern people believes in fatalism. They don't plan for future, rather leave them to the will of God. نسميهم سكان الشرق الأوسط، عادة يؤمنون هذول أو هؤلاء الناس دائما تؤمن بالقدر، والمجتمع اللي يؤمن بالقدر يكون لا يخطط للمستقبل، كلها تقول نترك لمشيئة الله. Traditional women tend to breastfeed the baby for extended period of time. مثلا تميل النساء إلى أرضاع الطفل لفترة طويلة من الزمن. The belief their success of the parenthood is on weight gain, healthy. Or قبلها ناخذ children are believed to be a blessing to the family. هنا يعتقد أن الأطفال هما نعمة للعائلة. أيضا من الاعتقادات هاي beliefs هسه إحنا دا نحكي بيها. They believes their success of their parenthood in the weight gain, healthy and normality of their children, but do not cognitive skill. هنا يعتقد أن نجاحهم في الأمومة أو الأبوة يأتي مثلا من اكتساب الوزن، من السمنة، الصحة الطبيعية لأطفالهم، ولكن ليس على المهارات المعرفية. هواي ناس من تباوع على أطفالها كل ما يسمن تفرح أكثر، تركز على موضوع سمن الطفل أو وزن الطفل، كل ما يكتسب وزن أو زيادة في الوزن يعتقد أنه يعتقد الوالدين أنه هذا يعني فد نوع من النجاح أو فد مكسب، لكن ما يركز على المهارات المعرفية لهذا الطفل. Religion and magical ideas and practice exist in the form of various belief, tapos, ethical code, rituals, mythology, which may
positively and negatively influence health. طبعا اكو افكار وممارسات دينية بعضها قد يتخذ طابع ديني، بعضها يتخذ احنا نسميها الشعوذة او السحر على شكل معتقدات مختلفة، منها ما تكون محرمات، منها ما تكون مثلا تحت اطار الاخلاق او الاخلاقية، مدونات الاخلاقية والطقوس والاساطير، وهذه قد تؤثر ايجابا او سلبا على الصحة. They believe in the evil eye, therefore in healthcare setting avoid suspicious of the evil eye. العين الشريرة على سبيل المثال، بعض الناس يؤمن بالعين الشريرة، لذلك في بيئة الرعاية الصحية يجب تجنب الشك في موضوع العين الصحية. نجي على موضوع آخر اللي هو religions. religion معناتها الدين، origin allow certain kind of such enjoyment that are now religious language pure samples and censor others that are designed forbidden. تسمح كل الأديان بأنواع معينة من خلينا نسميها المتعة المعروفة بلغة دينية الشيء الجائز، أو أجهزة الاستشعار الأخرى اللي تم تصنيفها على أنها ممنوعة. بمعنى أدق، بعض الأشياء، بعض الأديان أو المذاهب بصورة عامة ممكن أن تحدد أشياء تسميها هذه الأشياء، وقد تكون هذه الأشياء هي عبارة عن ملذات هي جائزة، وبعض الأشياء ممكن أن تصنفها على أنها ممنوعة. In Middle East countries, Islam is a dominant religion. In the glorious Quran, it is primary source of law. دول الشرق الأوسط ودول الإسلامية بصورة عامة هو الإسلام هو الدين السائد. القرآن الكريم يعتبر المصدر الأساسي للتشريع أو للقانون، خصوصا في الدول اللي يكون نظامها إسلامي بحت. Islam pays particular attention to marriage, showering it with such disinfective venerations that makes it unique among all human contacts. هنا الإسلام أعطى اهتمام للزواج، اهتمام هذا يكون خاص وأغمره، نوع من التكريم المميز اللي يجعل الإنسان أو يجعل الشخص فريد بين جميع، وجعل هذا فد يعني فد شيء فريد أو عقد فريد من جميع العقود البشرية. بالأخير راح نأخذ الروس اللي هي الأدوار. In Islam, men tend to have erring position. معناتها بالإسلام الرجل يميل دائما للحصول على الوظيفة، فما خصوصا في الدول الشرقية عادة الرجل هو اللي يكون مكلف بجلب المال، وبالتالي يجب عليه اكتساب وظيفة. Women on the other hand tend to be in control of household affairs. تميل النساء من ناحية أخرى على السيطرة على شؤون البيت. النساء عادة في دول الشرق الأوسط تكون يعني كغالبية تكون هن اللي يعني يتولن موضوع شؤون المنزل الداخلية. لهذا على سبيل الطرفة هواية ناس يسمون المرأة في البيت هي وزارة الداخلية. Men have agreed control over all situation. Therefore, in healthcare setting, it is the best to ask the man permissions or opinion. الرجال هم يكونون سيطرة كبيرة على جميع المواقف حتى في مجال الرعاية الصحية، فمن الأفضل طلب إذن الرجل أو رأيه، وهذه تعتبر من القيم ومن المبادئ اللي يعيش بها الإنسان خصوصا في الدول العربية، واعتقد كل البيوت تسير على هذا النهج، انه في حالة الاحتياج الى رعاية صحية
يطلب إذن الرجل أو رأيه في هذا الموضوع. هنا يا طلابنا الأعزاء تنتهي هذه المحاضرة، أي طالب عنده سؤال ممكن يسأل.